اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من الماتش. النهارده هنتكلم على اسباب خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا، وهل ماتش المولوديه والترجي ده كان هو سبب خروج الزمالك. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتنسى تعمل سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نبدا. بحاجه لازم اقولها، وهو ان سبب خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا هو الزمالك، مش المولوديه، مش الترجي، مش تونجنت، الزمالك. ازاي؟ اول حاجه في الزمالك فكره ان هو اتشال منه مجلس الاداره بتاعه كده على طول يعني، وقدر ان هو يجيب له اي مجلس اداره كده يمشي الفريق ومش بانتخابات حتى. دي سببت زعزعه في النادي، بوظت كل اللي كان بيعمله النادي على الاقل الموسم اللي فات، وقدر ان هو يوصل بقى النهائي وقاضيه ممكن والكلام ده. دي اول حاجه، ماليش دعوه بقى بان دي مؤامره وده مفيش الكلام ده. انا ليا دعوه بان المجلس اتغير بشكل غريب ومفيش انتخابات، فادى الى زعزعه النادي. دي حاجه سهله جدا، يعني ينفعش انت تبقى قاعد بتحاول تذاكر الامتحان مهم ليك وفي ناس قاعدين بيخبطوا بره على الباب بتاعك عايزين يخشوا يموتوك مثلا، او في حد قاعد بيلعب جنبك درامز وانت دماغك اصلا مش عارف تركز في الكتاب. ده نفس اللي حصل مع لعيبه الزمالك وفي الزمالك. تاني سبب هو انك مشيت باتشيكو والمدير الفني اللي قدر ان هو يوصلك للنهائي بتاع دوري ابطال افريقيا واللي مخليك دلوقتي الاول في الدوري، وجيت مكانه كارتيرون اللي سابك رماك مش سابك في دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت في ماتش مهم جدا وسابك كده ومشي، وجيت رجعته تاني. فدي كانت غلطه كبيره جدا من مجلس الاداره المؤقت اللي هو اصلا السبب الاولاني في البهدله اللي الزمالك فيه ده كله. انا مش بتكلم ان مجلس الاداره اللي فات ده كان كويس او وحش، لا انا ما اصلا يعني مش فارق معايا. الفكره كلها انك دلوقتي في مشكله كبيره في النادي، المشكله دي جابت مشكله بعدها ان شويه الناس اللي ماسكين النادي دول المؤقتين مشوا المدير الفني بتاع الفريق، وجابوا مدرب يعتبر دلوقتي اي كلام كارتيرون، لان هو مشي وساب الفريق في وقت حرج جدا. حتى لو المدرب ده احسن مدرب في العالم المفروض انت كفريق ما تعملش كده، انا شايف الدنيا ماشيه فما تغيرش المدير الفني طالما الدنيا ماشيه. السبب الثالث وهو الاهم، اللعيبه من ساعه نهائي دوري ابطال افريقيا ما تفهمش حصل لهم ايه، تفهمش هم اتغروا ولا هم يعني معنوياتهم نزلت تحت الارض وما تفهمش. ممكن واحد من الاسباب الكبيره ان هو الحوار التغييرات اللي في النادي والمستحقات والكلام ده، بس انت كلاعب كوره مشهور جدا دلوقتي ولاعيب كوره جامد جدا، ما ينفعش ان انت تبقى وسط الجون قدام اسوان وما تعرفش تجيب جون. كمية الفرص الضائعة للناس اللي بتتفرج على ماتش الزمالك رهيبة، فأنت كلاعب أنت المسؤول عن الكلام اللي حصل ده، ومسؤولية كبيرة جدا على اللعيبة. يعني المدير الفني اللي فات باتشيكو هيعمل إيه؟ هيدخل ينزل يجيب جون بنفسه؟ التكتيك كان رائع وكان شغال كويس، أنت اللي ما كنتش عارف تلعب، أنت اللي كنت متخاذل في الملعب. ودي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي في الزمالك دلوقتي، وهي واحدة من المشاكل الرئيسية يمكن أكبر كمان من مشكلة مجلس الإدارة. بالنسبة لماتش المولودية والترجي، يعني أنا عايز بس أقول حاجة واحدة. تخيل برشلونه بيلعبوا قصاد فيا ريال مثلا، او بيلعبوا يا عم ضد سلافيا براج يا عم في الشامبيونز ليج، ومعاهم ريال مدريد في المجموعه. ريال مدريد ضائع طول المجموعه وجه افتكر ان هو عايز يجيب نقط في اخر المجموعه، ودلوقتي برشلونه عايز انها تعدي. هي كانت كام عديه بس، لقيت ان هي لو تعدت مع سلافيا براج اللي هي اصلا مش فارق معاها هتقدر انها تطلع الريال بره البطوله خالص، يعني هتبقى هي عدت وطلعت الريال بره البطوله. مش هتعمل كده يعني، خلينا متفقين ان هو ده حاجه عاديه جدا، حاجه عاديه جدا ان انت مش تظبط. هم ما ظبطوش الماتش، هم كل واحد عارف هو عايز يعمل ايه، انت هخليك تجيب جون وانا هريح حوره وبتاع وانت تجيب جون فيا عشان نطلع احنا الاثنين واطلع واحد من اقوى المنافسين على البطوله السنه دي اللي هو اصلا وصيف السنه اللي فاتت. فعادي، مش دي النقطه اللي بوظت الزمالك. والناس اللي بتقول لك هيعيدوا الماتش الكلام ده، بابا 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 كان الوداد والترجي والكلام ده عدوهم تاني، مفيش الهبل ده. عشم ابليس في الجنه يابا، عشم ابليس في الجنه. بس الزمالك انا مش فاهم هو ناويين يعملوا ايه الايام دي، هل هو اصلا ليه ملامح ان هو ياخد الدوري يدخل اصلا على حاجه؟ ما فيش خالص، ما تفهمش هو عايزين ايه. فيعني ادعوا بالرحمه لجماهير الزمالك وبس، ودي نهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك وتنسى تعمل سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات عشان تصير الحلقات اول باول، واستنى كده عشان في احتمال كبير نعمل سلسله افريقيه جديده لفريق معين كده الشعار بتاعه عالي نسر. سلام.